السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة إيلاف الأهدل من إدارة تعليم جدة، واليوم جايين نمثل المنتخب السعودي في مسابقة إنتل آيسف. عنوان بحثي هو استخدام علم الأوبئة القائم على مياه الصرف الصحي لتتبع فيروس كورونا في مجتمع جامعي خاص. وفي هذا البحث قدرنا نحن نتنبأ بانتشار الفيروسات والأمراض المعدية في مياه الصرف الصحي أكرمكم الله، وبهذه الطريقة نقدر أن نحن نحمي المجتمعات من أنه ينتشر فيها أو يتفشى فيها أي أمراض في المستقبل لا قدر الله. وشكراً لاستماعكم.